طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الصحوة نت، بعد أيام من توقيعها اتفاق إطلاق المعتقلين ميليشيا الحوثي تفتتح سجونا جديدة. ومن الصحافة الفرنسية، قبل مشاورات السويد وقع في اليمن 7 هدنات بين الحكومة والمتمردين. ومن أخبارنا المنوعة، يمنية تتمكن أخيرا من دخول الولايات المتحدة لرؤية ابنها المحتضر. أهلا بكم. وقع ممثلو ميليشيا الحوثي في مشاورات السويد على اتفاقية إطلاق المعتقلين، واعتقد حديثو عهد في التعامل مع الحوثيين أنه لن يكون هناك معتقلون بعد ذلك التوقيع، لكن ما حدث هو العكس. وفقا للصحوة نت، رابطة الأمهات أو أمهات المختطفين ترصد خروقات الحوثي منذ توقيعه على ملف المختطفين بمشاورات السويد. وقالت الرابطة في بيان لها إنها راقبت لحظات اتفاق إطلاق سراح أبنائها المختطفين والمخفين قسرا بقلوب يملأها الأمل ولا يغيب عنها القلق والخوف من أو مع التجارب المريرة في إخلاف الوعود ونقض العهود. وذكرت الرابطة أن ميليشيا الحوثي استمرت باختطاف عدد من المواطنين في أمانة العاصمة والحديدة وإب والمحويت، ونقلت عددا منهم من الحديدة إلى صنعاء مع حرمانهم من التواصل بعائلاتهم. وأشارت إلى أن الميليشيا استخدمت منذ توقيعها على ملف المختطفين مبان جديدة كسجون سرية، وأحالت 25 مختطفا للتحقيق، وحاكمت عددا منهم بصنعاء وأصدرت أحكاما بالإعدام. وجددت الرابطة دعوتها للأمم المتحدة ومبعوثها الأممي بالضغط على جماعة الحوثي للتعامل بإيجابية وتهيئة الظروف الملائمة للوفاء بالتزامها أمام الأمم المتحدة والعالم أجمع. وتأكيدا لذلك، عنون موقع مأرب بريس في صفحته الرئيسية حول المعتقلين تحت أنظار جريفيث: الحوثيون يضربون باتفاق الأسرى والمعتقلين عرض الحائط ويعلنون إعدام 4 معتقلين. قال الموقع أن محكمة حوثية في صنعاء قضت بإعدام 4 معتقلين بتهمة إمداد الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي بمعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويشار إلى أن وفد الحكومة الشرعية ووفد الميليشيات الحوثية قد اتفقا خلال مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت الأسبوع الماضي في السويد على تبادل كافة الأسرى والمعتقلين على ذمة الأحداث التي شهدتها البلاد. تكتب أبرار عبد الكريم عبد الرحمن الإرياني رسالة إلى والدها المعتقل في صنعاء والذي لا تعرف مكان اعتقاله، الذي جاء بعد التوقيع على اتفاق إطلاق المعتقلين. وتقول أبرار في جزء من الرسالة إلى والدها: السجن بيننا ورسالة ربما لن تصل، إلا أني أود طمأنتك بأن لم نبلغ جدتي بخبر اعتقالك، لكن عدم اتصالك بها أقلقها كثيرا، فاضطررنا إلى إبلاغها أنك في سفرية عمل، لكن وصلنا أنها استمرت تلك الليلة في البكاء وتصر إلا أن يرجعوك. رجعوا ابني، رجعوا ابني، مش معقول يسافر ما يكلمني. هي لا تعلم، هي لا تعلم، والدتي تصلي لأجلك كثيرا وتؤمن جدا بأن لا شيء في هذه الأرض اللعينة سيمس حبها ومنار. فتاتك المطيعة تبلغك سلامها وتماسكها وتسألك الانتباه لنفسك وصحتك، ونبراس صغيرتك المدللة تكتب لك رسالة يوميا في دفتر ذكرياتها وتبلغك اشتياقها الذي بلغ أوجه. أما أنا يا والدي فلم أعد أكتب إليك بداعي الألم، بل أكتب إليك بداعي الغضب والسخط على كل أمر جرنا إلى هنا محاولا إهلاكنا وتدمير حياتنا. أكتب إليك من شعوري بالفقد لا من شعوري بالخوف. أكتب إليك وأنتظر ردك وأؤمن أنه آت آت. أحبك جدا. منذ اعتقالك يا بطلي حتى اللحظة يزداد يقيني يوما عن يوم بأن خلقنا في بلد يودع شرفاءه ومناضليه في السجون، ويعيش فاسدوه ومفسدوه ولصوصه وذووهم في الفلل الفارهة.
لا يكدحون خلف الأشياء، بل تأتيهم الأشياء خاضعة راكعة تعلو وجهها ابتسامة صفراء مرتجفة يرغمها المسدس والسجن على الظهور، فنجدها ظهرت في ملايين الأوجه التي دفعها الفقر والحاجة والخوف من القتل والسجن والجوع إلى حفر تلك الابتسامة لا رسمها فقط. لدي شعور بالفخر والاعتزاز بأب بالرغم من كل تلك الظروف العصيبة التي كبرت معنا مقتاتة على جهده وعمره، لم تستطع جعله رجلا خائفا ضعيفا يرعبه الموت أو السجن، بل صنعت منه رجلا أنضج وأعتى وأصلد. دق ناقوس الخطر مع ظهور مروحية تحوم فوق قارب صيد يمني صغير يقطع مياه البحر الأحمر، لتظهر بعدها سفينة حربية توجه بنادقها نحو القارب. هكذا افتتحت صحيفة نيويورك تايمز تقريرها حول الموت في بحار اليمن، وقد ترجم التقرير موقع المصدر أونلاين، وسرد التقرير واحدة من قصص المأساة. وابل من الطلقات شق المياه المحيطة بالقارب الذي يحمل اسم آفا قبل أن تخترق هذه الطلقات الهيكل الخشبي الرقيق للقارب. أصيب أحد الصيادين بطلقة في عينه، وأصيب آخر في رأسه، بينما اشتعلت النيران في محرك القارب، فقفز أفراد الطاقم من القارب، وكان من بينهم بشار قاسم البالغ من العمر 11 عاما. قبل دقائق كان الفتى يسحب الشباك من مؤخرة القارب، أما الآن فهو يجذف بيديه كي ينجو بحياته وسط الحطام المشتعل والجثث الطافية والناجين المتشبثين ببراميل المياه الفارغة. توقفت السفينة الحربية عن إطلاق النيران مع رؤية القارب وهو يغرق داخل المياه. قال بشار: دارت السفينة حولنا عدة مرات للتأكد من غرق القارب ثم انطلقت بعيدا. يفيد التقرير: لطالما ركز النقد اللاذع للدور السعودي في الصراعات الطاحنة في اليمن على الحرب الجوية، فالطائرات المقاتلة التي تقودها قوات التحالف بقيادة السعودية والمحملة بالأسلحة والقنابل الأمريكية قصفت تجمعات أعراس وجنازات وحافلة مدرسة، لقي على إثرها آلاف المدنيين مصرعهم. في تقرير لموقع يمن مونيتور من العاصمة صنعاء يعانون الموقع: شعراء يمنيون في صنعاء يواجهون خطر الاختطاف والقتل. وقال الموقع أن عددا من الشعراء اليمنيين في العاصمة صنعاء يواجهون ظروفا بالغة التعقيد جراء مواقفهم تجاه الحرب الدائرة في البلاد منذ حوالي 4 أعوام. لا يختلف وضع الكاتب والشعراء والكتاب والشعراء الذين لم يتركوا صنعاء أسوة بزملائهم الذين شردتهم الحرب بين النزوح والضياع، فهم كما يقولون يعيشون وسط خيبات كبيرة، أصبحت أقلامهم ومواهبهم الإبداعية مقيدة ولا يستطيعون التعبير عما يدور في خواطرهم. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فرسائل التهديد والوعيد بالقتل والاختطاف هي الأخرى حولت حياتهم إلى جحيم، وأصبحوا يتخيلون رعب الاختطاف وبشاعة السجان كل لحظة. يقول رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع صنعاء محمد القعود: منذ أيام وأنا أتعرض لحملة التهديد بالاعتقال والخطف والقتل والذبح والوعيد والتهريب والترهيب. وأضاف: إنني في حالة صدمة وذهول مما جرى، لم أكن أتوقع طوال عمري أن أهدد في وطني الذي منحته قلبي ودمي ونبضي وحبري وشعري. كتب طفل إيطالي عبارة هزت وسائل التواصل في إيطاليا وجعلت البلاد كلها تبحث عن الطفل الذي علق ورقة صغيرة على شجرة الميلاد، وقد كتب: لا أحد يتحدث معي أو يلعب معي. كتب نادر رنتيسي مقالا عن ذلك الطفل المجهول ونشرته صحيفة الغد. لا أحد يتحدث معي، وأضاف الطفل الإيطالي المجهول في رسالة مؤثرة علقها على شجرة أمنيات الكريسماس في مقاطعة أوديني: لا يريدون اللعب معي. ضجت إيطاليا كلها في فضائها الافتراضي الأزرق من كوكب فيسبوك إلى مدار تويتر بحثا عن ذلك الطفل التعيس للحديث معه ومشاركته اللعب. وفق الصيغة الإخبارية الكلاسيكية، فقد باءت كل محاولات العثور على الطفل الشقي بالفشل، وظلت الأمنية معلقة على الشجرة
مع رسوم لكنائس وبرج لساعة وأوراق ملونة. أعطيت الرسالة للخبير خطوط، واستنتج من مراقبة خط اليد أن الجملة كانت مكتوبة في البداية بالقلم الرصاص، ثم أعيد كتابتها بالقلم الجاف، ما يعني أن الطفل المسكين قد خشي أن لا تصل رسالته أو تمحى، وهذا أنب آخر. أعرف أن في القصة كثيرا من الدراما والكآبة العربية، فالطفل سيكبر قليلا ويصادق روبرتو ومورنو وماتيو. مرت أيام قليلة ولم يكشف الطفل الشقي عن هويته، رغم أن أمنيته تجاوزت حدود شبه الجزيرة الإيطالية، ورغم أن نداءات كثيرة صادقة أو كاذبة أطلقها متعاطفون على صفحاتهم الزرقاء تدعوه لتبادل الحديث واللعب غير المحدود. ربما ندم الطفل على أمنيته المعلقة على شجرة الكريسماس، فتفادى حرج أبيه ودمع أمه، وربما شعر بسخف وغباء ما أقدم عليه، خصوصاً أنه توقع أن تؤنبه المعلمة على ابتزاز مشاعر الناس، وقد تزيد عليه مفردة الاستجداء. أو ربما خشي الطفل على وحدته من الكسر، وعلى الأغلب أنه قد تفهم الأمر وأدرك أنه قد ولد في زمن التكاثر بالقبلة الإلكترونية. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية لهذا اليوم عنوان لتقرير في صحيفة لوكو غيكس الفرنسية ترجمة لقناة بلقيس: البنك المركزي جبهة أخرى للحرب في اليمن. داخل مبنى البنك المركزي في عدن الذي مزقته الأعيرة النارية، يقوم الموظفون بفرز أكياس المال، بينما تقاتل هذه المؤسسة خوفا من انهيار الاقتصاد الوطني، وترمز إلى الآثار المدمرة للحرب في اليمن. وتضيف الصحيفة أن البنك المركزي الذي اضطر إلى الانتقال إلى عدن العاصمة المؤقتة الفعلية للحكومة يكافح من أجل أداء دوره. وفي سياق ارتفاع التضخم، يتوقع البنك المركزي ضخ 3 مليارات دولار من الكويت والإمارات العربية المتحدة، حسب ما قال نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي دون تحديد موعد. وإذا تم تأكيد ذلك، ستتم إضافة هذه الودائع إلى 2.2 مليار دولار أمريكي من الأموال التي تم ضخها بواسطة الرياض إلى بنك يعتمد أكثر من أي وقت مضى على المساعدات الدولية. تبدأ صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريرها الخاص باليمن في التساؤل عن الهدنة الهشة في مدينة الحديدة. هل هذه خطوة أولى نحو السلام في اليمن؟ وتجيب: لم يعد أي شيء مؤكد في هذا البلد الواقع في قبضة الاضطراب السياسي منذ الربيع العربي عام 2011 والحرب منذ عام 2014. 7 هدنات سبقت تلك التي وقعت يوم الجمعة في السويد بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء تمثل واحدة من أفضل الآمال منذ فترة طويلة. وتتمثل القضية الرئيسية للاتفاقية في مدينة الحديدة، وهي ميناء مهم في البحر الأحمر والبوابة الرئيسية للمساعدات الإنسانية في هذا البلد المدمر. أصبحت المدينة ذات الموقع الاستراتيجي منذ شهر يونيو خط المواجهة الرئيسي بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، وبعد بعض المصادمات الأخيرة والعنيفة يبدو أن الأسلحة هدأت في الوقت الحالي. بالإضافة إلى الحديدة، يجب على مدينة تعز أيضا كما تقول الصحيفة الاستفادة من وقف إطلاق النار، وعلى عكس السابق تسيطر الحكومة على تعز ويحاصرهم المتمردون، ويجب إرسال المساعدات الإنسانية هناك. البشير والأسد، ماذا وراء لقاء متعوس مع خائب رجع؟ تحت هذا العنوان جاءت افتتاحية صحيفة القدس العربية. حاكم السودان عمر البشير يتفوق على حاكم سوريا بشار الأسد في أنه جاء إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في سنة 1989، في حين أن الثاني ورث السلطة عن أبيه وتسلمها عبر مهزلة دستورية في سنة 2000. وما خلا فارق 11 سنة في الحكم، لا يختلف الاثنان كثيراً، لا سيما في التبعية للخارج والتمسك بالكرسي أو عصا المارشاليه أياً كانت الأثمان. ولكن إلى جانب اللقاء الطبيعي الذي يمكن أن يجمع أي متعوس مع أي خائب رجاء كما يقول المثل الشعبي الشهير، هناك أولاً محاولة البشير الهروب إلى الأمام من مشكلة السودان الداخلية المستفحلة، والتي تشمل الاقتصاد والسياسة والمجتمع،
وتدفع الفئات الشعبية السودانية إلى حضيض الفقر والبؤس. ويسعى البشير ثانياً إلى الذهاب أبعد في تحويل السياسة الخارجية للسودان إلى لعبة مناورات بين المتناقضات والمحاور في المستوى العربي والإقليمي وكذلك في نطاق دولي. ولهذا فإنه يسارع إلى استباق احتمالات التطبيع، لا سيما مع نظام شبيه بنظامه، من حيث العزلة عن الشعب والدولة الفاشلة. ومن المنطقي ثالثاً ربط تحرك بخيار الانفتاح على دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تجسدت أولى دلائله في إعلان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أن السودان سوف تكون الدولة العربية التالية التي سوف يزورها بعد سلطنة عمان، ثم السماح للطائرات الإسرائيلية بالمرور في الأجواء السودانية. وهي ساعات قليلة قضاها متعوس في ضيافة خائب رجاء، ومن المنطقي أن تكون حصيلتها مجرد مسرح استعراض بائس. الأم اليمنية التي تتحدث عنها الصحف الأمريكية والعالمية وعن منعها دخول الولايات المتحدة الأمريكية لرؤية ابنها الذي يحتضر، تمكنت من الحصول على تأشيرة الدخول، وعنونت شبكة البي بي سي: يمنية تتمكن بعد عناء من دخول الولايات المتحدة لرؤية ابنها المحتضر. وقال مسؤولون إن السلطات الأمريكية منحت تأشيرة استثنائية لامرأة يمنية يحتضر طفلها في مستشفى بولاية كاليفورنيا وفي بادي الأمر، منعت شيماء صويلح التي تعيش في مصر حاليا من دخول الولايات المتحدة، وذلك بسبب الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطنين من عدة دول بينها اليمن. وولد ابنها عبد الله حسن البالغ من عمره عامين بمرض في المخ، يقول الأطباء إنه لا شفاء منه. وتعرضت السلطات الأمريكية إلى ضغط شعبي كبير للسماح للأم بزيارة ابنها في المستشفى، ومنحت الأم تصريحا لدخول الولايات المتحدة حسب ما أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو منظمة خيرية. ومن المتوقع أن تصل الأم إلى مدينة سان فرانسيسكو، حيث سترى ابنها قبل أن ينزع عنه جهاز التنفس الاصطناعي الذي يساعده على البقاء حيا. وقال والد الطفل علي حسن البالغ من العمر 22 عاما: إن هذا أسعد يوم في حياتي. وقال محامي المنظمة سعد سويلم: نشعر بالراحة لأن الأمة ستتمكن من احتضان وتقبيل ابنها للمرة الأخيرة. في الأخبار المنوعة نطالع في موقع عربي بوست عنوان: بعد 14 عاما من العمل الشاق، ناسا تفقد الاتصال بمركبة استكشافية إلى الأبد. وقال الموقع إنه بعد مرور 4 أشهر على فقدان مركبة استكشافية لناسا في الفضاء، أقر المسؤولون في وكالة الفضاء الأمريكية أخيرا بأن مركبة إيبيور تينيدي الاستكشافية ربما لن تعود إلى الأبد، وفقد الاتصال بالمركبة خلال شهر يوليو عام 2018 بعد أن حوصرت بعاصفة شديدة هبت في المريخ، وكانت المركبة الفضائية الاستكشافية تتمركز عند حافة فوهة بركانية في الكوكب الأحمر. فبعد أن هدأت أجواء العاصفة أخيرا في منتصف سبتمبر أيلول، وبدأت بعدها ناسا برنامج اجتماع مدته 6 أسابيع لاختبار وتلقي البيانات من المركبة. وعلى الرغم من ذلك كانت صلاحية المركبة قد اقتربت من نهايتها بالفعل، وبقى الروبوت الذي يعمل بالطاقة الشمسية خاملا. ويبدو أن العلماء يستعدون الآن لوقف محاولات الاتصال بالروبوت في الأيام القادمة، حيث أكدت مديرة قسم علوم الكواكب في ناسا لورا غلاز أن محاولات استعادة المركبة من خلال إرسال إشارات يومية سوف تتوقف ربما وصلت البطاريات لدرجة برودة شديدة أكثر مما قد تتحمله المركبة الصغيرة. الأحداث الأسبوعية كما روتها عدسات المصورين من مختلف أنحاء العالم نتابعها في جولتنا المصورة من صحيفة الديلي تيليغراف.
ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.